أحياناً يحس الإنسان بأعراض الأمراض الخطيرة وهو أساساً صغير بالعمر وما في شيء. الزعل والحزن لفترات طويلة يسبب لك نفس أعراض الأمراض الخطيرة. مثل شنو بالضبط؟ رقم 1 الشعور بأعراض الجلطة القلبية أو الذبحة الصدرية. رقم 2 الشعور بالتعب طوال اليوم. رقم 3 مشاكل في القدرات العقلية مثل النسيان وعدم القدرة على التركيز. رقم 4 الصداع والحساسية من الأضواء والأصوات حتى إذا ارتفعت شوي. رقم 5 يزيد عنده موضوع تشنج العضلات بالجسم وتزيد عنده حساسيته من البرد والحر. رقم 6 عدم القدرة على النوم والشعور بالأرق والشعور بالاكتئاب وفرط التفكير. رقم 7 كثرة التوتر والقلق راح تسبب له ضغط نفسي. الضغط النفسي قد يخليه ما وده يطلع من البيت أو ما وده يخالط الناس. رقم 8 جميع ما سبق يسوي شيء بالإنسان احنا بالكويت نسميه مدودة. يعني مثلا حتى إذا طلع من بيته ركب سيارته ما يدري هو ليش وين بيروح، ليش ركب سيارتي أنا يعني وين طريقي، مدودة. والحين تخيلوا ان كل الاعراض اللي قلناها مساعة لو يروح حق دكتور مثلا يقول له انا احس ان كنا صار فيني قلب وقلبي يعورني وضيقه ومو قادر اتنفس، اذا الدكتور شخصه وشافه طبيا راح يقول له ما فيك شيء. وفعلا هو ما في شيء، السبب كله يعود الى الزعل والتوتر والقلق اللي استمر معاه مدة طويلة، قد تكون اشهر سنوات. الخبر الحلو بالموضوع ان اذا راح هذا التوتر وراح هذا الزعل كل الاعراض هذه تروح معه وبس والله.